أرسلت كوريا الجنوبية مقاتلات لتحذير طائرات حربية روسية، قالت إنها دخلت منطقة تحديد المجال الجوي الكوري في أحدث واقعة في سلسلة من الحوادث المماثلة. وذكرت هيئة الأركان المشتركة في سيول أن 6 طائرات عسكرية روسية دخلت مرارا منطقة تحديد الدفاع الجوي لكوريا على مدى 6 ساعات. ونفت وزارة الدفاع الروسية انتهاك مقاتلاتها لمجال أي دولة، وقالت إنها كانت تحلق فوق مياه محايدة في بحر اليابان والبحر الأصفر وبحر الصين الشرقي.